أزمة وقود خانقة تشهدها محافظة ديالى، أزمة بدت على إثرها الزحامات الشديدة مألوفة أمام محطات الوقود الحكومية والأهلية، فضلاً عن اختناقات مرورية كبيرة أضرت بمصالح المواطنين. عدم توفير الحصة الكافية للمحافظة، يعني سواء منطقتنا حالياً اليوم بنزخانة حكومية واحد فقط يوزع، يعني تقريبا عندنا 5 أهليات أو 6 أهليات بالضبط، ما أدري قد، ولا واحد من عندهم اليوم ما يوزع. واللي لما تنظل هالشكل عمي على مود الغاز يومية يومية، لازم يصير بايتين هنا من الليل، كله بايتين هنا. والله انتظر من البارحة العصر أنا جاي هنا على مود أفوي الغاز، وإحنا ناس فلع بايتين أنا والجماعة، هاي السيارات كلها تشهد، وروح صورهم وشوفهم، هاي الناس كلها تشوفها على مود 40 لتر غاز. مسؤولو محافظة ديالى أكدوا وجود أزمة مشتقات نفطية في قضاء بعقوبة بسبب قلة التجهيز وانقطاع الكهرباء، مبينين أن هناك مطالبات من محافظة ديالى لمديرية المنتجات النفطية بإنهاء الأزمة وزيادة حصة المحافظة من المنتجات النفطية. المحطات الحكومية هناك ازدحامات بسبب كثرة الطلب على الوقود من قبل المواطنين، قطاع الكهرباء الوطنية، وكذلك قلة التجهيز للمحطات الأهلية. نحن بادرنا بمفاتحة المنتجات النفطية بزيادة المنافذ وتجهيز المحطات الأهلية بكميات أكثر لتبقى مفتوحة أمام المواطنين. ومنذ أيام أزمة المشتقات النفطية في محافظة ديالى آخذة في التفاقم، مخلفة أضرارا كبيرة وتبعات سلبية على الواقع المعيشي للسكان، وسط وعود حكومية بمعالجة الأزمة في ديالى وبقية المحافظات، إلا أن تلك الوعود لم يجد لها أحد أثرا على الأرض.